هلا التورك الايكويفالنت راح يكون عندي فيش عندي غير 10 كيلو، فعندي هون اف بتساوي ام في جي وتساوي 10 في 9.81 بتساوي 98.1 نيوتن. هلا التي ايكويفالنت للماس هاي بده يساوي من القانون اللي هون ام جي على اي ام جي في بي، فراح نضرب 98.1 وبي اللي هي كانت 3.183 times 10 to the minus 3، فبيطلع الإكويفالنت هو 0.31 1225 23 نيوتن متر. إذا صار عندي هذا جاهز وهذا جاهز وهذا جاهز يمكن أحسب الآن التورك. هلا راح آخذ لأني ما ضربتش هناك في إيتا، لأني ما قسمتش هناك في إيتا، راح أضرب هون في إيتا، فراح تكون التورك اللي جاي من المحرك المطلوب من المحرك خلينا نسميه درايف minus T equivalent اللي هي 0.31225 23 تساوي ألفا اللي هي 628.3 مضروبة في I total اللي هي 3.513 times 10 to the minus، ومحل إيتا راح نستعمل 0.8، فبطلع عندي التورك النهائي TD المطلوب 0.66625 نيوتن متر. طبعا هو ببين رقم صغير بس هو حجم المحرك صغير.